أبو سعود البعض يقولون أنه كان قاسي في كلامه. شوف لما يحضر سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فالأمر كبير، يعني لاعبين مفروض يقدرون هالأمر يظهرون، يعني هذا أكبر دعم من أكبر جهة مسؤولة يعني عن قطاع الشباب، يعني هو داعم. وسمو ولي العهد السعودي الشيخ الأمير محمد بن سلمان شاب وداعم، لما يطلع من السعودية روسيا أنت كلاعب مفروض تقدر. واحد، اثنين، معلومة لكم سدد كل امور اللاعبين ثلاث سنوات، لاعب حس بعد ما تعاد، يعني ترى احنا احيانا العالم يقولون قسوا عليهم جماعه الخير، لما اليوم اسدد لك كل شيء، لما اليوم يحطون لي العالم المنتخب السعودي في طياره المنتخب السعودي طياره المنتخب المصري، هل اليوم وفرت لك كل شيء؟ يلعب صحيح. المدرب اخر اربع مباريات مع مباراه روسيا كل مباراه تشكيله، ايطاليا تشكيله، بعدين البيرو اللي استغربنا منها اللي قبل الأخيرة مفروض يكون فيها تشكيلة أساسية، لعب ببعض البدلة، راح لعب مع ألمانيا بالتشكيلة الأساسية اللي السهلاوي مو موجود فيها، اللي هو لعب بالشباب اللي برا بدون رأس حربة إنه ينقل، يقول أنا هذه إمكانياتي، هذا اللي عندي أنا. المدرب لا يلام فيها. لا والله يلام. عارف ليش؟ ليش؟ شو الفترة اللي استلمه هذا المدرب الحالي؟ مهما كان أبو. لا لا لا. أوكي لا لا. لا. أنت عندك. مهم هذا. ما غير هالتغيير. مو الفترة. هو استلمه فترة قصيرة. فهو بيشوف ما يشوف ابو مشاري، هذا كاس عالم. لا يا جماعه مشاري كاس عالم مع احترامي، شو الفتره اللي هو بطولة خليجية عشان انا اظلم المدرب كمان. لا 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 انا اقول لك المدرب يتحمل. ليش المدرب احيانا المدرب لما يجي في وقت ضيق شو نقول؟ انتم وضحوا يلعب مو نقول يلعب باللي عنده يكمل مشوار، يعني حاول. منو اللي شال المدرب؟ مو المستشار. اوكي لانه في هو يتحمل، هو اخطا في هذا القرار، وقلنا هذا الكلام. المدرب ما يصير مدرب وصلك كاس العالم ومشى معاك وعارف الطريقه، تروح تجيب مدرب وتقعده شهر ما يقل من شهر وتشيله وتجيب مدرب ثالث وتبي تقدم شيء في كاس العالم. أنا انت لما تتصرف تصرف خاطئ اعترف اني اخطأ. بس انت عارف، هو اعترف انه عارف ظروف المدرب هذا القديم اللي اول واحد شالوه اللي وصلهم كاس العالم، عارف شنو؟ إيه ابي عارف شنو ظروفه؟ شنو الظروف؟ انه هو يبي وقت المباريات، عارف قبلها باسبوع عارف انه ما بيقعد يوصل كاس العالم، ما يقعد بالسعوديه، ما يقعد بالسعوديه يوصل كاس العالم، هو مو بالسعوديه. مو هذه نقطه الخلاف، انه حق الاعداد انت حط برنامج الاعداد لازم تكون متواجد. هو لا، هو يبي لاعبين. انا بعد بالسعوديه. لا لا بس لازم يكون متواجد، لازم يكون متواجد. شيء خطا اروح اشيله بعدين يفوز بعدين مشاري. احنا نتكلم عن المدرب الاول اللي وصلهم كاس العالم. انا اختلف معاك بنقطه ان المدرب المنتخب لازم يكون متواجد، هاي اختلف فيها معاك. هذه نقطه الخلاف اللي كل دول العالم، كل دول العالم اول شيء ما في تمرين منتخب، يقعد المدرب المنتخب يسوي. ابو عايشه هذه النقطه اللي شال عليها هو. انا ترى يعني لازم تتابع الفراغ، لازم تتابع الفراغ. وصل كاس العالم هو برا السعوديه، وصل كاس العالم. بس في امر ممكن اتجاوزه، في امر انا ممكن اتجاوزه افضل. ليش ما اتجاوزه؟ اتجاوزه لا كمدرب، كمدرب انا اليوم اتجاوز. ليش كمستشار اتجاوز الامر؟ عموما راح شال المدرب، راح شال مدير الفريق، راح شال ما ادري منو، راح شال يا اخي. خلي استقرار بالفريق في بطوله. لا لا واضح لك في شيء خطا، قول شيء خطا، في شيء صح.